لحظة جيت، منو هذا؟ منو هذا؟ مساء التفاح. والله قلبي ما مرتاح. السلام عليكم. اهلا وسهلا، امر خدمة. اخوك ابو سمير شقر. يا بعرفك. تفضل خير. هو جابني. بس مساعدة بسيطة. شنو؟ بس مساعدة بسيطة لابو سعد. ابو سعد؟ تفضل تفضل. الخاطر ابو سعد تفضل تفضل. تفضل تفضل تفضل. الله يبارك. تفضل تفضل. سوالف لا هذا هو بي ايش ولا يعني اهلا وسهلا بيك ابو سعد، شرفت ونورت. الله يسلمك يا تفضل. استريح. الله يخليك. استريح. استريح ابو سعد. ما يفشل هذا، ماني عندي عزه نفس. ابوك ما يملك. جار العمر. الله يسلمك. خير ابو سمير؟ افتح الموضوع. بصراحه ابو سعد شويه وضعه تعبان. خيرك ابو سعد؟ والله تشوبي اسمه. لا هوبي اسمه. والله اخ هوبي، الانسان حياته دولاب. افتر بي الدولاب. سمزيني على ربك سبحانه وتعالى. لا 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 سحلك خطيه يعني. صدقني ذاك اليوم ابني حصب فلوس، حصبه ما عندي. لا ابو سعد فدوه، لا تكسر قلبي. انت مثل ابويا، انا يعني ما اعرف شلون اساعدك بخدمتك. انا يعني جينا عليك بس رايدين مساعدة، حتى لو 50. تحكي صدق، العدي والما عدي إله. أخوبي يعني إن شاء الله أرد لك إياها بالأفراح. هاي الدنيا تعرف أنت. لا الدنيا هي اليوم عدي باكر ما عدي. إن شاء الله. شنو؟ أوقف لك بالخير والبركة. دلل. الله يبارك فيك. دعتك يعني أنا يعني ما أعرف شو أقول لك، بس أقول لك أنا العدي والما عدي أنا بخدمتك. الحمد لله. ربك تنزل الدمعة من عين اليمنى. يعني بدي اقدر روحي لانه لا ابو سمير الظرف. قلت لك ما يقصر. لا بس هي بس مساعده. ايش قلت لهم اني بخدمتكم؟ بس 50,000. ها 50 صار؟ اقول لك هو هذا البيت ملوك؟ اي ملوك. فلوسه لو خمط؟ لا فلوسه. الحمد لله. خدمتكم 50,000 بخدمتكم. اخ كوبي. لا هو عراقي. ها إذا أمكن يعني ما كنت زحمة. 50 أريدها خمسات وما مشققة. إذا بيها شريط شفافة رجعها أنت. لا بخدمتك. أول مرة دق دقة حلوة. الله يبارك فيك. الله يبارك. قلت لك أنا هو صديقي. بس لا يفشل. لا بس اصبر علي. بس شلون أشكرك؟ ما أعرف. أشهد ما بالله خوش تخم. غرض مطبخ ما عندهم؟ لا قديمات فيه. بس يبي يفيدك. بسرعة وليدي. لكم شوية بالسيطرة بسرعة. شنو؟ وين الأثاث؟ بس اسمح لي خلي يكمل. اخ كوري. شنو؟ صيني. اخ هوبي انت عد كلمتك، قلت اللي عندي والما عندي الك، ردنا 50 وبارك الله بيك وممنون منك وبيت العامر ان شاء الله. لك بابا انا قلت لك حكايه تنقال، انت مو راد بس 50. صح راد بس 50، بس انت قلت له البيت كله قدامك. هاي مشقوقه، وين اوديها؟ اصير ارجع لك؟ ما يصير، انا اترخص حبيبي وبيت العامر. وين رايح؟ تعال بيت العامر. يا بنت تعال. لا تعال انا. مو البيك برا. لا تقطع السبيل المعروف. هوي بس عندي شغله صغيره. شنو هي؟ ابو خلدون سوى عمليه ومحتاج بس 100,000. لك هذا ابو سعد شال الاثاث، ذاك ياخذ الاساس. اطلع برا.